المحطات الأساسية بالنسبة لي حياة السياسية الشاب السحاب دروس أهدافات وهنا تعلمنا النقاش السياسي في مراحل صعبة جدا ثم قررت الاتحاد الاشتراكي أيضا بنى فترات الجامعية وأيضا في تأييد المؤتمرات الشبيبة الاتحادية منذ كانت منتقيات في مصلحة البلاد مؤتمر إذن أنا مدين بفاس بدين لكل المغاربة كعاصمة علمية وسيمة سجلات ومناظرين وخيرة المناظرات والمفكرين والروح الحقيقية للبلد ثم الدين الثاني هو دين الشخصي باعتبار أنني هنا تبررت على التفكير السياسي وعلى ممارسة الإطار الشرعي إخواني أخواتي عندما نتحدث عن الشباب وموضوع لموضوع ويستوجب التفكير في الدستور الجديد أولا شنو ماذا يفعلون بهذا الشباب اليوم قلنا نتكلموا على الشباب أشغل يمكن يدير في الدستور الجديد أو شنو يمكن يدير في المغرب الجديد خصنا نقولوا أشغل يدير الشباب اليوم الذين عندهم زمام وطرح السياسة الكبيرة أولا هناك عمل دعوه باش يسفلوا الشباب ديال المغاربة يموتوا في حروب ماشي ديالهم هذا بالنسبة لي رسالة خطيرة جدا عملية استقطاب كبيرة تأتي من كل مستويات الطيف الأصولي ومن كل التنظيمات المغاربة باش يسفلوا اليوم على الثلاث مغربي سوري ما كنعرفوش شحال من شاب مغربي في العراق ما كنعرفوش شحال من شاب مغربي وشلل في المنطقة ما كنعرفوش شحال من شاب مغربي وشلل في القاعدة المغربية الإسلامية معنا آلاف الشباب ويشللون اليوم في حروب ماشي ديالهم وكنعرف كما اسم الشيخ في أفغانستان ملي كيرجعو لبلادهم كنعيشو 14 سنين كاملة ديال العمليات الجوية وديال الحرب الداخلية هنا نريد أن نحرر مسؤولية واضحة للحكومة حول ضمان سلامة الشباب المغربي باش يبقى يعيش في بلاده ويدافع على بلاده ويدافع على بلاده ومؤسساته أولا ثانيا كنحملوا المسؤولية لأن جزء من الناس الذين هم مسؤولين اليوم سبق لهم أن وظفوا فقراء الشباب لاغتيال شهداء الاتحاد الاشتراكي كما حدث في 1923 مارس ونحن نعرف انهم مختلفين فيما يتعلق بالشكل الايديولوجي والتوظيف الايديولوجي من اجل المعارك ومن اجل الاعتيالات ولهذا نحمل المسؤوليه بوضوح وبصراحه لا يمكن أن ننسى اليوم بأن الحكومة السابقة دارت اتفاق مع الشباب المعطل محضر 20 يوليوز على أساس أن يكون هناك تضييق وأن الحكومة الحالية التي يمكنها تمكن ذلك الاتفاق بل أكثر من هذا كانت هناك سخرية من الشباب وكان استهزاء من الشباب من مناطق الشغل وأنه أكثر من هذا وجع بالقمع الشرس في عواصم الرباط وفي مدن أخرى. نحن بالنسبة لنا يجب أن نعيد طرح السؤال ديال أن الحكومة يجب أن تثبت التزاماتها مع الشباب المعطل فيما يتعلق بالتحرير لدخول وظيفة العموم. أيضا لا يحدثني أيضا أن أقول بأن بالنسبة للشباب المغربي حينما يتحدث عن الدستور فهو صانع جزء كبير منه نساء الاخوات الشباب الشباب اخوات الشباب هم من صناع الفرق ماشي هي ماشي واحد لا استمرار دار الشيء ديالو واحد الجيل ديال الشباب في الاستقلال ما تنساوش الاخوان في 44 و
الناس اللي يوقفوا الوثيقة ولا مش حساسة على التنازل، ولكن كان فيهم واحد الشباب اللي هما من بعد ولاهم الأمل الأساسي الشهيد النبي عبد الرحيم فحمي، واحد الجيل اللي كان السن ديالو أقل من 20 وكبير في الحساب، ماشي كيوقفوا فقط على وثيقة بل أحياوا الملكية، لأنه كما تذكروا بأنهم من بعد 1912 ولا يحيي، المغاربة ولا عندهم واحد القناعة بأنه ما صحش عندهم السلطان. أن لدينا السلطان وأن اعتبروا بأنه خصو يفوتوا معركة الاستبداد لوحدهم إلى حين ما جي محمد الخامس رحمه الله واتفاق ديالو مع شباب الحركة الوطنية بها بحياة الملكية مش الشرعية التاريخية بل الشرعية النضالية لأن في شباب ديال المغرب أنا ذكروا هما الشهداء هما القادة السياسيين ديال الاتحاد الوطني ولا حزب الاستقلال الإيراني. بغيت شي أن الشباب بحال عمر بن مجدول هما اللي حياو ودخلوا المغرب كلمه ديال الديمقراطيه، كلمه حقوق الانسان، كلمه الشعوب. اليوم انا دارت شي بنت قديمه ملي كان عمر كيتكلموا على شكلو انه هذا الكلام ديال جاي من الخارج، هذا الكلام ديال المحيدي، هذا الكلام ديال الكفار، لا احنا المغاربه والمسلمين ما عندنا نديروا هذا الكلام. اليوم الجميع يتغنى به، لكن البعيدة واحد السحاب جوج أمراض ديال أن المرأة تكون ثرية اللي تزيد سبدا العمل المرأة ما خصهاش تدير به، هما مشيو يساووا السوق السي بكير أنا عندي مشكل لا مصلحة تمشي تخرج وتكون دير أستاذة ودير مديرة إلى آخره، لكن المغاربة الفقيرات الأراضي ما خصهمش يخدموا خصهم يرجعوا قالوا شي شعب أخويا ثريات. حنا ما عندناش هذه ما عمرها كتحطها في المغرب، بالعكس نسانا وشبابنا وشبابنا صنعوا هذه المعركة، وهذه إحدى المعارك الأساسية في سوريا، كانت في سوريا يعني أن المرأة تستجيب هذا الشعب، لأن السوري يعني أن الشباب يدير هذا الشعب، لأن الدستور يعني كاين المساواة، إذا ما يمكنش تجيب كثيرة ما عندها حق باش يكون عندنا النساء خصهم يرجعوا لبيوتهم وما يشتغلوش أخر. حنا النساء ما يشتغلوش، وهذا هو البرنامج الياس ديالك واش كيديروا البرنامج؟ وهذه الوزيرة كيما سميتها ممكن؟ هذا الشعب حتى عندنا حنا عاد كتحكموا، عاد كتراجعوا، لا لأن هذه المشكلة هي هذه الرجعية، كيفاش المشكلة هي هذه الرجعية؟ وراه هي هذه، أنه الناس اللي ما عندنا بهم مرض يدخلوهم يديوهم أكثر من هذا. السي من كيرا كيقول هذا الشباب كيقول انه ممنوع التوظيف المباشر وكيقول انه ممنوع انه شي واحد يخدم مع شي واحد، ايوا هو السي الحمداوي اللي خدمته مباشره في البنكه عن طريق السي خفي ياك بتولي ما كيسيبش يخرج السنه او لا غلط هو اللي خرج السنه في البنكه هذه معركة الشباب، يمكن نهضروا بزاف على دستور الشباب شغلي كيف، كنا نهضروا على المجلس ديال الشباب والمجلس الأعلى للشباب، لكن كيفاش غيصايبوه؟ اليوم كيقتلوا جمعيات، كيفتحوا حوارات وهمية باش يحطوا الناس ديالهم، باش يجيو يشدوا هذا المجلس ويعمروه، وغادي يجيبوا لنا أوتيل الشرقي، ويجيبوا لنا بحال هذا اللي كيدخلوا في البنكة، بحال هذا اللي يعقوب اللي خرج مغادرة نوعية. شو شي واحد في المغرب اليوم يقدر يقول بأن واحد خرج مغادرة نوعية، عطات الدولة الفلوس، جاب ملف قدموا النقل وزارة النقل، تفضل ككاتب عام، جاب ملف آخر قدموا لوزارة السياحة مع سي حداد، تفضل، وأخيرا معينوا كاتبا عاما في وزارة الاتصال. هذا اللي يطلب الدستور في الشرق أي مجلس غادي يخرج ما غايقول إلا على هذا الشيء. فلهذا أنه معركة الشباب من أجل الدستور ولا داخل الدستور هي أول معركة المعلومات. وهنا مهم خصنا المناضل الإلكتروني كما خصنا الحزب الإلكتروني مناضل لحاضر يوميا الشبكات يوميا يحصل على المعلومة يوميا بالصحة. ما تنساوش الإخوان راه كيمكن نديرو مؤتمر جاوي في 3 سنين، لكن يوميا كيمكن دير اجتماع مع الناس اللي داخلين معاك في الدراجة على كل 5 دقائق
مناطق الإلكترونية جواهية مناطق الشرق مدني لأنه اليوم مختار دستور أن تكون عنده واحد هيئات وهذه الهيئات قد تدوز عن طريق الشرقيات ويا ما عندناش الشرقيات كنعرفو الشرقيات فين غدوز غادي يدوزو أصحاب الإخلاص أو أصحاب الإخلاص يا يعني إما اللي عنده قضية ويا اللي ما عنده فلوس احنا هنا قضية فنبعثوا الإلكتروني مناطق المدن يجب أن يكون عند السلطان الذي يعرف دينه ويعرف تراثه معرفة جيدة لأن الإخوة في الشرق في المؤتمر الاستثنائي ولا رسم شيء عمر مجنون شنو من الأشياء القوية اللي جاوا في المؤتمر الاستثنائي أول حاجة هو مناقشة القضية الدينية وكتعرفوا أنه تقريبا باستثناء المجهودات اللي بدأ الباقي السماح للدستور ونترحم عليه بالمناسبة مازال هذا المجال مفتوح وما يمكنش إلا الشباب لأن القضية الدينية ما يمكنش نخليوها في يد ما يتجهون بها ما يمكنش نخليوها كتسلط من اللي يجي بكيران ويقول بأن الله سبحانه وتعالى فاعل سياسي خص جميع المغاربة يتقبل لأنه غادي يكون فاعل سياسي بحال الحضارة في الحكومة بحال زعيمي بحال رئيس الجماعة هذا هو الشيء هذه المعركة هذه واحد فيها لما يقول بأن المرأة يجب أن تعود وإذا كان هذا خطأ بحقها فقد شرفنا الله بهذا الخطأ الله لا يجرم العدل على الطائع وهذا خطأ بالمسألة الدينية والتكليف السلفية من عمق التراث ديال التقرير البيولوجي يجب أن تكون حاضرة عندنا أيضا بالنسبة لنا احنا شباب الشيخ البريد معروف خوف تاع الشيخ البريد ما نعتبرناوش حنا بالظاهر ما معاه أبدا شباب الشيخ إبراهيم صنع الدستور الجديد ويجب أن الشباب جاو قبلوا المعادلة قالوا كل شيء غنناقشوا في الشارع هذه مسألة إيجابية تقاليد ديال التقاوم السياسي المغربي قلبها شباب الشيخ إبراهيم الحاجة الثانية أن قضايا الفساد والرشوة والسلطة والمال ما كانش كتطرح في جوحة كبرى طرحها الشباب وجوا الرقمية وبالتالي فهذا الشباب الاتحادي اللي هو جزء اليوم من الشباب المغربي خصو يسترجع الدستور ديالو مع الحكومه ويشتغل به بعمق ويعرف بانه عنده تاريخ عنده قاده سياسيين لكن عنده المستقبل ديالو وهذا المستقبل ما يمكنش نصنعو بلا السياسه الشباب المهمه الاولى السياسه يا اما غديرها يا اما كديرها اليوم للاسف واحد الجزء كبير ان السياسه هي اللي كتصير حنا اليوم يجب ان تكون هناك معركه انتخابيه معركة ديال اللوائح الانتخابية، اليوم الإخوان جميع المشاكل تعلم اللوائح الانتخابية، جميع المشاكل تعلم الانتخابات، وإلا خوينا منها كاين اللي كيعمروا، وكيعمروا بالفلوس، ولا كيعمروا بالتسويق، ولا كيعمروا بالفساد، فبالتالي أنه ما يمكنش الشباب اليوم يتكلم على أي دور عنده في الدستور الجديد، نساء ولا رجال، إلا إذا كانت عنده معركة انتخابية معركة أساسية، ولهذا أنا تخريب هذه المعركة ونريد أن يكون الشباب واعيا ونريد أن يكون الشباب المغربي إلى جانبنا وشجعنا.